اكلمك بقى على ماتش الاهلي والترجي واستعداد، يعني مش بعيد احنا بنتكلم يا كابتن، خلاص احنا النادي الاهلي هيسافر يوم الثلاث بامر الله، يعني الاهلي ان شاء الله بامر الله مسافر يوم الثلاث وبيستعد بقى خلاص، يعني بنقترب لمباراه من اهم مباريات البطوله دي للنادي الاهلي، يعني زي ما بنقول هي عنق زجاجه ان شاء الله بامر الله يخلصها على خير، وبالتالي بتقترب بقى العشره ان شاء الله، والاهلي هو الاقرب، يعني لما تيجي تبص على الوداد وكازر تشيفز وايضا الترجي، لا امكانيات اللاعبين في النادي الاهلي والحاله الاستقرار الكبيره الاداريه والفنيه للنادي الاهلي هي بترجح بشكل كبير ان شاء الله النادي الاهلي. رايك في نقطه المباراه دي يا كابتن وتاثيرها الايجابي لو انت عملت نتيجه جيده ان شاء الله في مسافر؟ انا مختلف مع اي حد يقول لك ان النادي الاهلي يروح يتعامل مع، انا اروح اتعامل مع مباراه دي اكسب. انا نادي بطل، انا نادي بنافس على البطوله، انا مرشح الاول للبطوله، فبالتالي انا اروح اتعامل مع المباراه ان انا رايح اكسب. دي الثقافه اللي موجوده بره وجوه النادي الاهلي، ما بيخشش بطوله عشان يمثل تمثيل مشرف، لا انا داخل البطوله عشان اكسب، فبالتالي لو ما كسبتش ما اخسرش. النهارده كان موسيماني كان عنده فرصه كويسه جدا، التوقف اللي حصل ده عمل له شغل كويس جدا، يقدر يوقف على اللعيبه كويسه اللي رجعت له المصابين. كان وجهه نظر كابتن رضا هنا معانا في البرنامج ان كان فكره ماتش يتلعب في الوقت ده للنادي الاهلي حتى لو في الدوري ماتش رسمي كان يفرق كتير فنيا، هل ده صحيح؟ لا هو الراجل ادرى من المدير الفني، يعني لا مش قصدي هو المقصود انك الحاله الفنيه لما تلعب ماتش على الاقل يكون رسمي يفرق معاك كاداء اللاعبين ودخولهم الجو العام يعني بص للمباريات. مع احترام للكابتن رضا بس لو الدوري مش مضغوط يا فاروق، النادي الاهلي كان بيلعب في افريقيا وبعدين احنا على فكره احنا فيفا ديت وده رسمي ان لازم الانديه كلها تريح من الدوري، ما انا بقول لك لا ده بتكلم لا هي فرصه كويسه للنادي الاهلي ان انت تاخد يعني راحه واستشفاء كبيره، لان انت كان النادي الاهلي كان عنده مصابين الفتره دي، عنده علي معلول، عنده حمدي فتحي، عنده اجاي، فبالتالي انت كنت محتاج اللعيبه تريح وبين الاجهاد وسفر ورايح. لا وكمان في لعيبه محترفين موجودين في انديه، وبعدين انت النهارده في النهارده بدر بنون وعلي معلول ما مش موجودين، فبالتالي يعني النهارده موجودين في المنتخب، فانت القوام الاساسي بتاع منتخب النادي الاهلي مش موجود. لكن هي كانت فرصه كويسه ان موسيماني الفتره دي او التوقف ده جه في مصلحته او مصلحه الفريق ان اللعيبه تاخد نفسها شويه. واضح كمان ان كان في مجموعه من الناشئين كتير متواجدين، خلي بالك كمان الراجل اول ما خد اجازه فاروق ادى 6 ايام اجازه، يعني ادى اسبوع، يعني اللعيبه تريح هو رايح سافر هو كمان هو سافر رايح، فبالتالي اللعيب لما بيريح وبيرجع بعد اجازه او بيرجع بعد راحه اكيد بيبقى مشتاق. طب وست ايام دول مش كتار يا كابتن؟ يعني لا مش كلها، يعني كنا احنا على اكثر حاجه بناخدها حتى لو بناخد 24 ساعه. انت ما كنتش بتلحق، وانا ما كناش بنلحق يعني على طول. لا كمان احنا كنا بنحب التمرين يا فاروق، والله ما كنا مالهاش دعوه بقى بالحب، مالهاش دعوه، برافو عليك. لكن احنا كان الدوري بتاعنا منتظم زمان، انت فاكر كنت بتلعب كل اسبوع، غير ان هو منتظم انت بتتكلم في عدد فرق مشاركه في الدوري اقل، الله ينور، 12 13 بطوله بالنسبه لنا المباريات كانت على واسع شويه، ما كانش عندك ظروف، ما كانش عندك ظروف كورونا ولا وباء ولا ولا ولا، فكانت الحمد لله الدنيا ماشيه. خلي بالك هو برضه الظروف صعبه جدا النادي الاهلي والانديه بتمر بيها في حته الضغط وعدد المباريات الكبيره او عدد الفرق في الدوري، على فكره الفرق احنا الدوريات الاوروبيه مش بنفس العدد على فكره اللي عندنا، وبالتالي طبعا عدد وكم المباريات كبير. فاروق احنا في النمسا، احنا في النمسا كنا 10 فرق، الدوري بتاعنا كان كام؟ بيتقسم لاربع يعني اربع مجاميع، ان انت بتلعب دورين دورين، يبقى ده دور اول والدور الثاني دورين برضو، يعني انا لو انا مثلا ترول هيلاعب رابيد فيينا بلعب 4 مرات في الموسم، رايح جاي رايح جاي، ده نظام مختلف ده خالص. ما انا بقول لك لو كنا بنلعب كده بس كان الدوري منتظم وكان بيخلص، وكان بيخلص بسهوله، يعني 10 فرق بس، 10 فرق موجودين في الدوري، فبقول لك انت بتخلق دوري قوي، بتخلق بطوله قويه، فبالتالي انت مش محتاج الكم الكبير ده، لكن عشان تعيد النظام لكن انت ظروف الدوري او ظروف البطوله فانت يعني حكمت عليك ان انت لازم تلعب يكون في ضغط وفي فانت دخل. كنت شايف ان الست ايام دول يا كابتن طبعا راح اكيد هو لكن ما اثروش بدنيا على الفريق، لا النادي الاهلي نادي كبير واكيد المدير الفني مخزون البدني، لا مختلف. اكيد المدير الفني عارف هو بيعمل ايه يا فاروق، ان انا مش هدي كده وخلاص او مش هدي ان انا راحه وخلاص، لكن هو عارف هو بيتعامل ازاي وبيعمل ايه، واللعيبه كمان عندها مخزون بدني كويس، ان انت خارج من بطوله كاس العالم للانديه وبعدين افريقيا ماتشات كبيره وبعدين دوري ممتاز، فكل يوم كل 3 4 ايام بتلعب ماتش، فبالتالي انت عندك مخزون كبير من اللياقه البدنيه. من هنا اليوم